دايما طبعا اخبار الطقس بتفرق معانا كل يوم الصبح اول ما نبدا يومنا، لانه بنعرف ايه احوال الطقس، هل في شبوره، هل في امطار، ده بيفرق معانا في تخطيط اليوم بعد كده. ولكن النهارده في خبر لطيف جدا، انه هيئه الارصاد الجويه بتقول النهارده السبت هيبقى في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء، هيسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحراره على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. كمان هيئة الأرصاد بتتوقع أنه هيكون في نشاط رياح على مناطق من سيناء وخليج السويس وعلى فترات كمان متقطعة. طيب الحقيقة أنه الناس بتسأل أنه هو ده طقس شهر يناير؟ اعتدنا أنه شهر يناير هو شهر الصقيع، انه احنا بيبقى عندنا حالة برد شديدة جدا جدا جدا. طب هل ده معناه ايه؟ هل الشتاء اترحل؟ هيبقى في شهر 2 في 3؟ وامبارح كان في الحقيقة نشاط للرياح وكان في تراب وكان في هواء على الرغم انه كان درجة الحرارة مرتفعة. عايزين نعرف ايه احوال الطقس المتضاربة دي وده معناه ايه؟ هنعرف ده من الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئة الارصاد. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل أستاذة داليا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. صباح الفل. أول سؤال بيسألوه الناس، هل الشتاء ترحل؟ يعني هل الشتاء مش هنشوفه في شهر يناير، هنشوفه في فبراير ومارس، ولا خلاص درجة حرارة الأرض ارتفعت بشكل عام؟ لا، هو احنا بالفعل خلال هذه الأيام بنشهد ارتفاعات في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، يمكن بحوالي 4 درجات. يمكن كمان امس كان ذروه ارتفاع درجات الحراره فكانت اعلى من المعدلات بحوالي 8 درجات، لان العظمى امبارح على القاهره الكبرى سجلت 26 درجه مئويه، فكان في ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره بالفعل. لكن احنا ده امر مش طبيعي طبعا، لكن احنا في بعض السنوات الماضيه كان في ارتفاعات درجات الحراره في شهر يناير، قبل كده كان في وصلنا ل 29 درجه مئويه في بعض الايام في شهر يناير، فده امر يعني اعتدنا عليه في السنوات الماضيه. يمكن بس الناس ناسيه عشان خاطر السنه اللي فاتت كان في انخفاض ملحوظ في شهر يناير في درجات الحراره، يمكن وصلنا 12 درجه مئويه على القاهره الكبرى العام الماضي. فالعام ده الناس بتقارن بالعام الماضي لان ده اقرب حاجه هم فاكرينها، ما حسوش بالشتاء. يعني هم الناس يمكن يوم او اتنين او تلاته ممكن يشعرهم بالشتاء، بس السنه دي احنا ما حسناش بالشتاء خالص. بالفعل الى الان لسه درجات الحراره ما انخفضتش بالشكل الكبير اللي نقدر نحس بيه الاجواء الشتويه، لكن احنا دايما بنقول ان شهر يناير وكمان فبراير من ضمن اشهر ذروه فصل الشتاء، فمتوقع ان شاء الله يكون في انخفاض درجات الحراره مع بدايه فبراير. يمكن احنا بنقول ان ارتفاع درجات الحراره هيكمل معانا لحد يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. أوكي. لكن هتكون اقل درجات حراره من امس، يعني متوقع اليوم تكون 24 مع الاثنين مع الحد والاثنين هتكون ما بين 23 وال22، مع يوم الثلاثاء ان شاء الله درجات الحراره تبدا تنخفض على اغلب محافظات الجمهوريه، تبدا تاني تعود للمعدلات الطبيعيه وتسجل 19 و18 درجه. طب وامبارح الهواء، امبارح الهواء اللي كان شديد جدا والتراب ده اجواء خريفيه؟ بالفعل يمكن احنا كانت مصادر الكتل الهوائيه اللي مأثره علينا جايه من الصحراء، خصوصا الصحراء الغربيه، وكان فيها سرعات رياح، كانت سرعات رياح تجاوزت ال 30 كيلومتر على الساعه وصلت ل 40 كيلومتر على الساعه. يعني لما يبقى في نشاط للرياح جاي من على الصحراء فده بيؤدي لاثاره الرمال والاتربه. بالفعل يمكن احنا بالامس كانت اجواء شبه الاجواء شويه الخريفيه نقدر نقول، او الاجواء الربيعيه اللي فيها ارتفاع في الحراره واتربه، لكن هي كانت حاجه سريعه كده انتهت اليوم، لان اليوم نشاط الرياح فقط هيبقى موجود في بعض المناطق من سيناء وخليج العقبه، ومش هيكون مثير للرمال والاتربه باذن الله. وزي ما بناكد تاني ان في شبوره مائيه هتبقى في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، هتكون موجوده غدا الاحد ان شاء الله، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. ارتفاع درجات الحراره قلنا لحد يوم الاثنين، مع يوم الثلاث هيبقى في انخفاض في الحراره، وكمان عوده فرص سقوط الامطار على المناطق الساحليه خاصه المطله على البحر. يعني حضرتك نصيحتك الاخيره ان احنا يعني ما ننخدعش بارتفاع درجات الحراره المؤقت ده عشان الناس اللي بتخفف الملابس. طبعا احنا بنشهد فتره النهار ارتفاع في درجات الحراره، لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في فتره الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بيبقى فرق بين فتره النهار وفتره الليل حوالي 10 و12 درجه مئويه، خاصه في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. فطبعا ما فيش تخفيف ملابس لان ده ارتفاع مؤقت،
هنظل نرتدي الملابس الشتويه فتره صحيح. النهار فترات الليل تكون ملابس شتويه ثقيله خاصه في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر. ناكد ان ارتفاعات مؤقته في درجات الحراره مره اخرى، درجات الحراره تنخفض فتره الليل وكمان هتنخفض مع منتصف الاسبوع ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على طبعا النصايح اللي حضرتك قلتيها لنا. واهم نصيحه الحقيقه ناخد من المداخله النهارده انه لازم نلتزم باللبس الشتوي، لانه تغيير الملابس من صيفي لشتوي ده ممكن يؤدي الى انه الناس يجي لها برد، الناس ممكن تتعرض لنزلات البرد الشديده. فعشان كده ارجوكم التزموا باللبس الشتوي. مش لازم اللبس التقيل اللي هو البلوفرات التقيله السميكه دي، ولكن ما ينفعش ان احنا نشوف نص كم مثلا الصبح وبالليل تبقى لابس جاكيت شتوي، فطبعا ده ممكن يؤدي انك انت مناعتك تضعف ويجيلك برد.